والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. الإخوة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحقيقة أنا باسم ولاية نهر النيل وجماهير الولاية في كل محلياته وعلى وجه الخصوص محلتي الشندي والمتمة بنرحب بفخر وبفرح بقدوم الأخ وزير الدولة بالوزير التجاري مصطفى وصحبه الكرام لتشريف هذا المهرجان الرائع الجميل المنمق المموسق، مهرجان رائع بمعنى الكلمة. وباسمهم وباسم مواطني الولاية نحن بنحيي مدرانا في هذه الجامعات الستة، نقول لهم كتر خيركم، رأيتوا أبنائكم وبناتكم ليخرج هذا العمل بصورة جميلة. لكن أنا عندي تحية خاصة جدا لأبنائنا وبناتنا في الشمالية، لأنه يا جماعة ديل أشقانا وديل جيراننا وديل أنحنا تراثنا مع بعض وأخلاقنا زي بعض وتقاليدنا وعرفنا زي بعض ومزاجنا العام زي بعض، ولذلك نحن وهم جزء لا يتجزا اصلا، نحن كالعمله بوجهيها. ولذلك انا بحييهم ونيابه عنه ايضا بقول لاخونا الدكتور بروفيسور محمد اللبين صديقي الذي عملنا سويا في البحر الاحمر، نقول له يعني جزيتم خيرا وانتم نزلتم في بيتكم وفي دياركم وسط اخوانكم. حقيقة انا بقول لتاج السر واخواننا في الجامعات الموجودة هنا مبروك على نجاح هذا الملتقى. وحقيقة الفكرة سديدة جدا والفكرة يعني متقدمة جدا بانه يجتمعوا ابناء الجامعات، لانه يا جماعة ديل اللي حيقودوا السودان في المستقبل، وديل البنية الاساسية المبنية بالكونكريت تماما بالعلم في أنهم يقودوا هذا البلد إن شاء الله للأمام. يقودوا هذا العمل لقدام إن شاء الله، يقودوا البلد في كل المجالات العلمية والأدبية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ولذلك نحن معاهم. وحقيقة يا جماعة أنا بقول للبنات والأولاد، نحن يا أبنائنا الطلبة والطالبات ما عندنا في الدنيا دي يا جماعة أعز منكم، لأنه نحن الآباء خلافتهم في الأرض أنه يخلفوا من يقود هذه العمارة تحت الأرض بعدهم. ولذلك يا جماعة البني آدم بطبيعته وبتركيبه ما بيتمنى أنه زول يتقدم عليه في هذه الحياة، سواء كان في الصحة أو في المال أو في العلم أو في السلطة أو في الوظيفة، إلا بنته وولده بس اللي بيتمنى أن يكونوا أحسن منك في كل شيء. ولذلك يا جماعة نحن أبنائنا وبناتنا ديل والله إذا إنه يكونوا أحسن مننا، ما تتصوروا الحزن الشديد أن إحنا لو جانا زول قال والله في جامعة ده إحنا حرك لنا شرطة لأولادنا وبناتنا. يا جماعة ما ممكن زول إحنا ولدناه وعلمناه وقريناه وبنأهله عشان يقود السودان نجي نقول له والله اسهب كده يعني بطلقة ولا برصاصة ولا ببمبان ولا بأي حاجة. يا جماعة دي حاجة نحن ما بنقدر عليها، ما بتقدر تعملها لبيتك ولولدك في البيت، ما دايرين نعملها لبناتنا ولأولادنا، دايرين نخليهم مجتمع راقي ونظيف ومتعلم. وبالمناسبة اللي بيسووا فيه ده اللي بتعملوا فيه ده احنا عملناه، يعني أي زول نحن رجعنا لأربعين سنة بنلقى نفسنا زي الناس اللي قعدوا هنا، ويتكلمنا في الجامعات يا جماعة، وغنينا في الجامعات وقلنا شعر في الجامعات. أنا أتذكر الناس يتكلموا عن المكتبة، طق طرق وقع حذائها في المكتبة، أواه ما أحلى المكتبة، هذه الكتب العجاف. ويتكلمنا عن عم السر يا جماعة، يا عم السر كشفت الكان خافي وسر، فلانة بتودي
الليلة عديل مغابر شرفي يا عم السر. وتكلمنا على الكتابة، يقول لي أو تكتبين؟ لماذا تكتبين؟ مثلك لم يخلق للكتابة، مثلك لم يخلق للرتابة. ويتكلمنا يا جماعة عن النجاح، You will never succeed unless you read and read. والريدة ما بالليد حشتان يا حلاته. ويتكلمنا عن تاجوج السمحة وعن عائشة بنت طلحة، ويتكلمنا عن سقط النصيف، ويتكلمنا عن كل الناس يا جماعة اللي بيغنوا بيهم واللي بيقولوهم، وفي البنات وفي زميلاتك وفي أخوانك، فما بنعيب عليكم يا جماعة، ده شيء طبيعي جدا جدا جدا. السيد الوزير نحن بنحييك جدا، وعبرك بننقل تحيتنا لكل التعليم العالي ولكل أساتذتنا الأجلاء، بنقول لكم كتر خيركم أنكم نموذج طيب في الأدب الرفيع، أدب العلماء. وبنقول تحياتنا لبروفيسور كشوة التي قادت هذا العمل معاكم حتى ينجح مهرجانات جامعات السودان جدا إن شاء الله. وشكرا مرة أخرى لإخواننا في شندي والمتمة على ضيافتهم، ونتمنى لكم إن شاء الله زي ما بقولوا إقامة طيبة وعودا حميد ونجاح مثمر في هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. عذر ان سعادة ولي ولاية نمر الى بالبقاء معنا. شنو ده؟ الان اسمح لي ان استدعي بروفيسور تجاني مصطفى ومحمد الصالح.